من كوريا ومن امريكا، ونحن اليوم جينا وقررنا نسويها عراقيه. السلام عليكم، انا محمد عمار من الموصل، صانع محتوى وطالب. اليوم جينا بفكره الكورن دوغ. الكورن دوغ هي اكله طلعت من كوريا وامريكا، وجينا اليوم نحن سويناها عراقيه. تتكون من البطاطا والصوصج واكو كورن دوغ بالجبن، وعندنا جميع انواع البطاطا. ننتظر زيارتكم وميسره. الانواع المتوفره عندنا كورن دوغ صوصج وكورن دوغ الجبن، وعندنا جميع انواع البطاطا. هدفنا من هذا المشروع انه نكبر هذا المشروع ونوصله الى عده مراحل بالعراق. اول ما فتحنا المشروع لقينا استقبال من الناس جدا لطيف وجدا حلو، والناس تقبلت المشروع واللي ياكل من عندنا ده يرجع والحمد لله. هدفنا انه نطور هذا المشروع يكون الى عده فروع بالعراق، وحاليا عندنا كورن دوغ الصوصج وكورن دوغ الجبن وجميع انواع البطاطا، وان شاء الله عن قريب راح تتوفر جميع الانواع ونتوفر زيارتكم.